أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا اليوم حول التوحيد ونفي الشرك، وبعبارة أخرى بعد أن انتهينا من سرد الأدلة على إثبات الخالق وإثبات الصانع، ننتقل إلى نفي الشريك وإثبات وحدانية هذا الخالق. هناك أدلة كثيرة على هذا الموضوع، من أهمها برهان التمانع هو برهان الفرجة، وهناك أدلة أخرى سنتعرض لها إن شاء الله. ولكن نركز بالدرجة الأولى على برهان التمانع. برهان التمانع، وإنما نسميه برهانا لأنه لا بد وأن تكون كيفية الاستدلال محكمة متينة مترابطة الحلقات، وإلا فادعاء شيء من دون برهان، ادعاء شيء من دون دعمه بدليل برهاني يثبته ويدفع عن الشكوك، هذا زعم باطل ولا يقبل. القرآن الكريم يعكس القضية فيطالب القائلين بالشرك ويطالب المنتحلين لغير التوحيد بالبرهان والدليل. وهنا يجب أن نفرق قليلا بين التوحيد في الخلق، التوحيد في الربوبية، التوحيد في واجب الوجود، لأننا إذا فهمنا معنى واجب الوجود لذاته، وبعبارة أخرى إذا فهمنا معنى الوجود الواجب المطلق من جميع الجهات، فلا معنى للتعدد فيه، لا يتصور، لأنك بمجرد أن تصورت ثانيا له فقد حددته. وهذا عين ما ذكره الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة. بمجرد أن تثني فإنك تحدد، بمجرد أنك تتصور غيره معنى ذلك أنك لم تتصوره، لأن واجب الوجود المطلق من جميع الجهات معنى ذلك أنه لا حد له. إذا كان لا حد له فلا غير له، لأنه لا ينتهي عند حد حتى يكون له شيء آخر، ند، ضد، مخالف، مناقض وشريك. طبعا هذه القضايا سنوضحها في محاضراتنا القادمة إن شاء الله، ولا عليكم أن تستعجلوا، بل نحاول أن ندخل إلى صلب الموضوع تدريجيا وبهدوء. لاحظوا فيما يتعلق بالربوبية أو بالألوهية، القرآن له نماذج ثلاثة. مرة يقول قل هاتوا برهانكم، يعني الذين يزعمون وجود آلهة والذين يؤمنون بتعدد الآلهة، وبعبارة أخرى المشركين الذين يشركون مع الله إلها آخر، يخاطبهم الله تبارك وتعالى، يخاطبهم القرآن الكريم بهذه العبارة: هاتوا برهانكم، أنتم الذين تدعون أن مع الله إلها آخر، تفضلوا قدموا براهينكم على هذا الموضوع.
ومعنى ذلك انه تحدي، ولو كان لهم برهان لما جاز ان يتحداهم القرآن بهذه الصراحة. هذا تارة. تارة ثانية يصرح القرآن الكريم بأنهم ليس لهم دليل، وإن ادعاءهم للآلهة الأخرى كلام فارغ لا أساس له. وهذا ما نجده في الآية الثانية: ومن يدعو مع الله إلها آخر. طبعا الله تبارك وتعالى هو الإله الصمد الفرد الذي يتوجه إليه كل شيء، فهو المألوه إليه، هو المقصود، أينما توجهت فإن توجهك يكون نحو الله تبارك وتعالى، أينما تولوا فثم وجه الله. إذن ومن يدعو مع الله إلها آخر، الذي يتوجه إلى إله آخر غير الله تعالى، لا برهان له. في الآية السابقة هاتوا برهانكم، هنا لا برهان له، يعني يؤكد أنه ليس لهم برهان على زعمهم هذا، فإنما حسابه عند ربه. فإذن من الأمور اللازمة لألوهية الله تبارك وتعالى هو شهادته على وحدانيته، يعني كونه إلها هو بحد ذاته دليل وشاهد على أنه المتوجه إليه، وأنه لا يوجد غيره، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن هو الله تعالى يشهد بأنه لا إله إلا هو، ولا يقال كيف يشهد لنفسه، لأن إثبات الألوهية له وكونه الله تبارك وتعالى جل وعلا، إذن نفس هذا المعنى يثبت ويشهد على نفسه ويشهد لكل الوجود أنه لا إله معه. فإذن وصف الله تبارك وتعالى بأن له شركاء زعم باطل لا أساس له، لا دليل له، لا برهان له حسب ما يقول القرآن الكريم. أما الحق فدليله معه، وجوده ثبوته، تفرده بالألوهية وكونه هو الله تعالى يشهد بأنه لا إله إلا هو. فإذن القرآن يعكس القضية، يطالب المشركين بالدليل ثم يقول بأنه لا دليل لهم. فإذن بمجرد أنك بالانشداد الفطري بالتوجه الباطني توصلت إلى الله تبارك وتعالى، عرفت أن لك ربا وخالقا هو الكمال المطلق، هو الوجود بذاته، إذن ما سواه يستمد الفيض والوجود منه، توجهك هذا يقودك تلقائيا إلى الإيمان بأنه لا شريك له. ولكن إذا هذين النموذجين، يعني المطالبة بالدليل والبرهان أولا وإثبات أن المشرك لا برهان له، يوجد منهج ثالث يسلكه القرآن المجيد فيقول: لو كان فيهما، والضمير فيهما يرجع إلى السماء والأرض، السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ماذا يصفون؟ يسندون إلى الله شريكا، ينسبون له عز وجل شريكا وندا. هذا الوصف
وصف باطل. الله تبارك وتعالى يتنزه عنه وهو أسمى من هذا. فإذا فسبحان الله رب العرش، أي السيطرة الكاملة والهيمنة الكاملة على عالم الخليقة، سبحان الله رب العرش عما يصفون. هنا ينبغي أن ندقق النظر في أسلوب البرهنة عند القرآن الكريم. لو كان فيهما، لو كان والجواب لفسدتا، هذا في المصطلح المنطقي نسميه قياسا استثنائيا، قضية شرطية من قبيل القياس الاستثنائي. في القياس الاستثنائي نستدل ببطلان التالي على بطلان المقدم. وبعبارة أوضح، أنتم تعرفون في النحو أو في كل اللغات، القواعد، قواعد اللغات كلها تعرفون الجملة الشرطية. الجملة الشرطية تتكون من جملة الشرط وجملة الجزاء. مثلا من يدرس ينجح، من يدرس ينجح قضية شرطية تتكون من فعل الشرط والجزاء، والأداة هي من. إذن نقول من يدرس فعل الشرط، يدرس ينجح الجزاء. معنى ذلك أن هناك تلازما بين، إذا تحقق الأول تحقق الثاني، وإذا لم يتحقق الأول انتفى الأول انتفى الثاني. مثال آخر، نقول إذا جاءك فلان فأكرمه، معنى ذلك إذا لم يجئك فلا تكرمه. أو إذا حضر فلان في الساعة الفلانية، إذا حضر الضيف أو إذا حضر زيد في الساعة الفلانية فافتح له الباب وقدم له ما يحتاج. معنى ذلك أنه إذا لم يحضر في الساعة الفلانية فليس عليك أن تفعل ذلك. إذا كان هذا الترتب ترتبا جزميا، ترتب الجزاء على الفعل، القضية الشرطية ترتبط، ونقول عند وجود الشرط يوجد الجزاء، توجد النتيجة، وعند انتفاء الشرط تنتفي النتيجة. طيب، القضية الشرطية التي تكون على قبيل، على نحو ومن قبيل القياس الاستثنائي، تحتاج إلى مقدمة ثانية، ليست هذه هي المقدمة الكافية، تحتاج إلى مقدمة ثانية. المقدمة الثانية تثبت فيها أن الجملة الجزائية غير متحققة، غير حاصلة، حتى تستنتج من ذلك أن الأولى أيضا لا تتحقق. مثلا تقول في الليل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تضيف إليها جملة أخرى تقول ولكن النهار غير موجود الآن، تستنتج إذن ليست الشمس طالعة الآن. إذن إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، الجملة الأولى، الجملة الشرطية الأولى. الجملة الشرطية الثانية تنفي فيها التالي، الجزاء المقدم هو عبارة عن جملة الشرط، والتالي هو عبارة عن جملة الجزاء، فتثبت انتفاء التالي، بطلانه، استحالته، فساده، يترتب على ذلك بطلان المقدم وفساده واستحالته. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، ولكن النهار غير موجود الآن، فإذا الشمس غير طالعة الآن. وأمثال ذلك، تقول إذا جاء فصل الربيع أزهرت الثمار،
أزهرت الأشجار، انفتحت البراعم، ولكن البراعم لم تتفتح بعد، ولكن الأزهار لم تظهر بعد، فإذا الربيع لم يجئ بعد. طيب، الآية الكريمة تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب، هذه الجملة الأولى. إذن معنى ذلك أنه الفساد يترتب على وجود آلهة إلا الله. طيب، من الأمور الوجدانية أن هذا العالم منظم، أن هذا العالم منسجم، أن هناك نظاما دقيقا يسيطر على هذا العالم بكل ذراته وأجزائه، إذن الفساد غير حاصل. كيف نثبت ذلك؟ القرآن الكريم يثبته في آية أخرى فيقول فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر، دقق، انظر مرة أخرى، حاول أن يكون بصرك دقيقا نافذا عميقا. هل ترى من فطور؟ هل تلاحظ من خلل؟ هل تلاحظ من اضطراب في النظام؟ كلا. معنى ذلك المقدمة الأولى، انتبهوا جيدا، تقول لو كان لله تبارك وتعالى شريك لفسد العالم، ولكن العالم منتظم، العالم غير مرتبك، العالم منسجم. نستنتج من ذلك إذن لا يوجد لله تبارك وتعالى شريك. أعيد ذلك حتى يستقر الدليل في أذهانكم وتنتبهوا جيدا. لو كان لله تعالى شريك لزال واختل النظام في العالم، ولكن النظام في العالم غير مختل، الانسجام حاكم على كل زوايا الكون، على كل أرجائه، فإذن ليس لله تبارك وتعالى شريك. وأرجو أن تتابعوا هذا الموضوع وترسموا لوحة لأنفسكم تنطبق على موازين القياس الاستثنائي. القاعدة الأولى في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والجملة الأخرى تضيفونها إليها فارجع البصر هل ترى من فطور، تستنتج من ذلك هذا الدليل. فيما يتعلق بالتوحيد الربوبي، التوحيد الربوبي، نجد أن القرآن الكريم يصر على هذا المعنى بشكل عميق جدا. هذا استدلال برهان، ولكن القرآن الكريم يعتمد على أسلوب التمثيل والتشبيه ليقرب المفاهيم العميقة إلى الأذهان. مثلا تجد بالنسبة للإنفاق، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يمثل هذا بالحبة التي أنبتت سبع سنابل. طيب، مرة تأتي تقول بأن هذا العالم كله مظهر من مظاهر الإنفاق، الشمس تنفق طاقة حرارية وتهب هذا العالم دفئا ونورا، فهي في حالة إنفاق مستمر، القلب في حالة عطاء مستمر، ينبض فينبض بالحياة، ينبض فيزود الجسم كله بالدم والأكسجين وعصارة الغذاء. طيب، القلب هو العضلة المستمرة الفعالة في وجود كل إنسان، بحيث بقية الأعضاء تأخذ قسطا من الراحة، العضلات والمفاصل والأجهزة الأخرى تأخذ قسطا من الراحة في فترات، ولكن القلب هو العضو الذي يستمر في العطاء والجهد والعمل ولا يتوقف، لأن توقفه يؤدي إلى تعطيل الحياة.
فإذا مرة تأتي تثبت هذا المعنى ببيان عميق فتقول: الشمس في حالة عطاء مستمر، القلب في حالة عطاء مستمر، الأمطار والبحار في حالة عطاء مستمر، الأرض في حالة عطاء مستمر. لماذا أنت أيها الإنسان تتخلى عن هذا النظام الكوني السائد الذي كله عطاء، كله هيبة، كله تفاني وتضحية، كله إثار؟ عليك أن تنفق. مرة أخرى يأتي القرآن يضرب مثل آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا أسلوب يعتمد عليه القرآن كثيرا في بيان المفاهيم والحقائق وتقريبها إلى الأذهان. أما فيما يخص التوحيد الربوبي، نجد القرآن الكريم تارة يعتمد على هذا الدليل وهذا البرهان، تارة يضرب مثلا يقرب المعنى إلى الذهن أكثر. بالنسبة إلى الذين اعتادوا مشاهدة الأمور من قريب ولمس العالم المشهود، يضرب لهم هذا المثل فيتحدث عن عبد له مالكون متعددون وبينهم جميعا خصومة، عبد آخر يكون مملوكا لشخص واحد. ثم يقول: أيها الإنسان تأمل وقارن بين هذين النموذجين، لاحظوا الآية بدقة كيف تقارن بين هذين النموذجين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، متشاكسون يعني بينهم نزاع وعناد مستمر، بينهم خصومة مستمرة دائمية. إذن هذا رجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، المثل الآخر، ورجلا سلما لرجل هو يتفرد به، هل يستويان مثلا؟ لاحظوا وارجعوا إلى وجدانكم، تأملوا بدقة. الله تبارك وتعالى رزقكم الفكر والتأمل والتعمق، أعملوا فكركم في هذا، هل يستويان مثلا؟ هل هما في حالة واحدة؟ لا. مثال أبسط من ذلك: موظف في دائرة، أنتم تلمسون هذا المثال دائما لأنكم ربما لا تعرفون العبيد لكن تعرفون الموظفين. موظف عليه أن يستلم أوامر من مديره فقط، هذا شكل. وموظف آخر تأتيه الأوامر من مدير الدائرة ومن مدير الفرع ومن المحاسب ومن أمين الصندوق ومن الوزير ومن الكذا. إذن فهناك أوامر من 7 جهات مختلفة تتجه إلى هذا الشخص وهو حيران بين هذه الأمور. مدير دائرة، رئيس الوزارة يأمره بشيء والوزير الخاص يأمره بشيء آخر، البلدية تطالبه بشيء آخر، فهو يبقى حيران لا يدري ماذا يفعل، وهناك نزاع وخصومة مستمرة بين هؤلاء. أمين لمال 5 أشخاص، 5 إخوة استأمنوا مالهم عند شخص، أو كان وصيا لشخص توفي وله 5 ورثة، الورثة في حالة نزاع مستمر، يصاب هذا القيم وهذا الوصي بدوار وبالصداع وبحيرة ماذا يفعل. دائما هناك حالة نزاع بين الورثة وهو المفروض أنه أمين من قبلهم، هذا شكل. شكل آخر: لا، أمين لمال من قبل شخص معين، ذلك الشخص وحده هو الذي يتدخل في أمره ويوجهه حيث يشاء. القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة ولكن ببيان بسيط يمثل ذلك بهذا المثال: أن رجل
له شركاء متشاكسون ورجل آخر سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إن الجهل يسيطر على هؤلاء ويدعهم يزعمون هذه المزاعم، يعني يبتعدون عن الحقيقة، يتصورون لهذا العالم ربا غير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك كنت تشاهد نماذج اختلاف الإرادات، وبعبارة أخرى كنت تشاهد الارتباك، عدم الانسجام، الفطور، الاضطراب في هذا العالم لو كان موجها من قبل آلهة متعددة. طبعا القدماء في الأجيال القديمة كانوا يتصورون إلها للبحر، وإلها للمطر، إلها للشمس والقمر، إلها للجمال، إلها للنار، إلها للحرب، وهكذا في مصر كان كذلك، في اليونان كان كذلك. وتعرفون أن لكل واحد من هذه الآلهة اسم معين، وهناك كبير لهذه الآلهة، هذا الكبير الذي يسمى بجوبيتير، هذا الإله الأعلى مثلا، أقوى من كلهم. طبعا القرآن الكريم يفنن هذه المزاعم كلها ليقول بأن المثال هذا أقوى شاهد على أن العالم كان سيفسد وتتفكك أجزاؤه ويضطرب النظام فيه ويفسد لو كان منتسبا إلى آلهة متعددة. إذن لحد الآن عرفنا أن الله تبارك وتعالى يطالب المشركين بالبرهان، قل هاتوا برهانكم. في المرحلة الثانية يقول ليس لديكم برهان. في المرحلة الثالثة يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن الواضح الجلي الذي نلمسه أنه العالم مستقر ومنسجم وغير فاسد، وبعبارة أخرى لا فطور فيه ولا اضطراب في النظام، نستنتج بأنه ليس هناك لهذا العالم خالق ورب ومدبر وإله غير الله تبارك وتعالى. ثم يقرب هذا المثال بعبد لشركاء متشاكسين وعبد خاص لمالك واحد، ويذكر أنه لا يستويان مثلا. والتعلم والتعقل والتأمل يقود كل هذا إلى عدم استواء الحالتين. طيب قبل أن نحاول أن نصوغ هذا البيان القرآني صياغة فلسفية، وبعبارة أخرى قبل أن نؤسس قاعدة لهذا البيان بحيث يمكن أن تكون مفهومة حتى من الذين لم يخضعوا لثقافة الإسلام، نقول قبل الانتقال إلى ذلك لا بأس بأن نسلط ضوءا على مفهوم الفساد. ما معنى لفسدت؟ لحد الآن كنا نعبر عن الفساد باضطراب النظام، اختلال النظام، الخلل، عدم الانسجام، لكن نريد أن نعرف بأن الفساد كيف استعمل في التعابير القرآنية. لاحظوا جيدا، مرة يقول القرآن الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن العامل المؤثر في ظهور الفساد في البر والبحر في الكون الذي يحيط بنا، في البسيطة التي نعيش عليها، هذا الكوكب الذي نحن
نثقله بأقدامنا. العامل الأساسي لظهور الفساد فيه هو نشاط الناس، أعمالهم، حركاتهم، ما تكسبه أيديهم. فإذن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا نموذج. في آية ثانية نجد إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هناك كان حديث عن الفساد، ظهر الفساد، هنا أفسدوها. طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الملوك إذا دخلوا قرية، بمعنى دخلوا مدينة، يعني استولوا على الحكم. طبيعة الاستيلاء على الحكم، طبيعة التفرعن، طبيعة السلطة، إذا لم تقرن بالتقوى، إذا لم يحجزها رادع من خوف الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن هناك رادع حاجز من خوف الله تبارك وتعالى، فإن الملك، فإن السلطان، فإن الماسك بزمام الحكم يفسد. فإذا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. نلاحظ هنا أن الفساد والأعمال التي تصدر من الناس مقترنين. حين يستولي الفساد ويطبق ويتحول العالم كله إلى عالم فاسد، نستكشف بأن تصرفات الناس، تصرفات بني البشر من جهة، أو تصرفات النظام الحاكم من جهة أخرى، هذه هي التي أوجدت الفساد. ولكن هذه النماذج من الفساد والتي عبرت عنها هاتان الآيتان، الآية الأولى والثانية التي ورد فيهما التعبير بالفساد، هذا الفساد أمر منفصل عن حقيقة الأرض، عن واقع الأرض. بعبارة أخرى، الفساد ناشئ من الحاجات الاجتماعية، من الإرادات الفردية، ولكن هذا يختلف عن الفساد الذي نجده في الآية القرآنية التي نستدل بها على التوحيد الربوبي أو نفي الشريك. هناك الفساد ينسب إلى نفس السماء والأرض، بينما في هاتين الآيتين الفساد ينسب إلى تصرف الناس، إما الناس أي أنفسهم أو الملوك. فإذن فرق بين فساد منسوب إلى تصرف بني البشر، وبين فساد هو من صميم الأرض، من صميم الطبيعة، من صميم العالم، من صميم الكون. الآية تقول لفسدت، يعني لفسد النظام، يعني لاندثر، لزال، لانمحى. هناك إشارة إلى فساد السماوات والأرض في آية أخرى، هي في سورة المؤمنون، تقول ولو اتبع الحق أهواءهم. لاحظوا بدقة، ولو اتبع الحق أهواءهم. المفروض أن الحق أمر ثابت، وأن رغبات الناس ومطالبهم ومزاعمهم وتطلعاتهم وطموحاتهم يجب أن تنساق لتنسجم مع الحق. أما إذا أراد الحق أن يتبع أهواء الناس وميولهم ورغباتهم، ماذا يحصل؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني يضطرب النظام كله، يندثر. الانفجار الذري النووي الذي يعتبرونه مدمرا للعالم، هذا الفساد سيكون أقوى منه، لأن اتباع الحق لأهواء الناس وهي متضاربة، وهي مستندة إلى الشهوات، وهي مستندة إلى الرغبات والنزوات،
كل واحد منهم يريد أن يكون هو المتصدي وإرادته هي الحاكمة، وأن النظام الكوني كله يكون منساقا لإرادته وعزمه وتصميمه. إذا كان كذلك العالم كله، السماوات، الأرض ومن فيهن، كل ما في هذا الوجود كله ينفجر، كله يندثر، كله يزول ويفسد. إذن ليس من المقرر أن يتبع الحق أهواء هؤلاء. الله تبارك وتعالى لا يتبع أهواء المشركين، واقتراحاتهم باطلة ولا تقف عند حد. فإذا النظام الكوني العام يضطرب، وهذا ما نسميه بالفساد. فإذا مرة الفساد هو اضطراب النظام الاجتماعي، مرة الفساد هو اضطراب النظام الكوني العام. في المفهوم القرآني الفساد جاء بكلا المعنيين واستعمل في كلا الموردين. فإذا إذا لاحظتم مادة الفساد في الاستعمالات القرآنية نستطيع أن نحصرها في نموذجين وإطارين. الإطار الأول هو اختلال النظام، هو الاضطراب في الحياة الاجتماعية للناس، وقد مثل القرآن الكريم ذلك بما كسبت أيدي الناس من جهة، ومن تصرفات الملوك والماسكين بزمام الحكم. أما الإطار الثاني فهو عبارة عن اضطراب النظام الكوني العام، اختلال النظام الكوني العام الذي هو الفساد الأساسي. أحد الفسادين قبيح وقوعه، والآخر محال تحققه. اضطراب النظام الاجتماعي واستيلاء الخلل والتحلحل ووجود الثغرات والفجوات الواسعة في النظام هذا فساد، ولكن قبيح أن يقع، يعني يجب أن يعالج. معضلة اجتماعية يجب أن تدرس وتعالج، أن يقلع جذورها، أن يخطط لمواجهتها. ولكن اضطراب النظام الكوني العام هو الفساد الأقوى الذي لا يمكن أن يتحقق، لأننا نشاهد نماذج هذا النظام وهي سائرة ماشية بدقة وانتظام وانسجام مشهود من قبل الجميع. فإذن الفساد المذكور في هذه الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إنما هو فساد مستند إلى اضطراب في النظام الكوني العام، والذي يقصد فيه إشراك آلهة أخرى مع الله تبارك وتعالى، مدبرين للنظام غير الله تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني مدبرين، أرباب، لأن الرب هو المربي، هو المدبر، هو الذي يوصل كل شيء إلى كماله الملائم. ونجد نظير ذلك في آية أخرى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذا الزعم الذي كان يصدر من فرعون حين يدعي هذا، وكل الفراعنة وكل من وصل إلى هذه الرتبة من الطغيان يقول يا أيها الملأ، أيتها الجماهير، أيتها الأمة، ما علمت لكم من إله غيري، يعني لا أعرف مدبرا ربا مربيا لكم غيري. فإذن
القرآن الكريم يقول لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة يعني مدبرون أرباب إلا الله سوى الله تبارك وتعالى لفسدتا، لأن هذه النماذج التي تعتبر ضد أو ند أو شريك لله تبارك وتعالى هذه النماذج تافهة لا تملك سلطة. بعد أن انتهينا من هذا البيان وهذا التوضيح حول الآية الكريمة، يجب أن نقول بأن التلازم والارتباط بين المقدم والتالي في القضية الشرطية لا بد وأن يكون ثابتا، لأنه لو كان هذا الأثر منتسبا إلى عاملين مختلفين فإذن قد يكون انتفاؤه ليس لانتفاء هذا العامل الأول بل عامل آخر، فيجب أن تنحصر الملازمة بين جملة الشرط وجملة الجزاء، وبعبارة أخرى يجب أن يكون السبب هو السبب الوحيد في حصول هذه النتيجة، فإذا لم تحصل هذه النتيجة فإن السبب لم يحصل. أما إذا كانت هذه النتيجة ممكن أن تكون أثرا لعوامل متعددة لأسباب مختلفة، فإذا عدم تحقق هذه النتيجة لا يكشف عن انعدام العامل الأول، ربما يستند إلى انعدام العوامل الأخرى. فإذا قد يكون الأثران معلولين لعلة ثالثة مسببين لسبب آخر، لكن هنا يجب أن تثبت في القضية الشرطية التي هي بنحو القياس الاستثنائي يجب أن تثبت الملازمة بهذا النحو، أن هناك ملازمة أساسية بين جملة المقدم وجملة التالي حتى تستطيع أن تستنتج من بطلان التالي، من فساده، من استحالته بطلان المقدم أيضا. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم فيبينه ببيان واف في مثال العبد المنتسب إلى مالكين متشاكسين والعبد الذي هو سلم لمالك واحد. لكن إذا أردنا أن نعطي هذا البيان إيضاحا أكثر ونصوغه بالمصطلحات التي يمكن أن يفهمها حتى غير المسلمين، يجب أن نذكر دليلا يتكون من ثلاث مقدمات، وحيث ضاق بنا الوقت في هذه المحاضرة فسنتحدث عن هذه المقدمات وكيفية الوصول إلى النتيجة منها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، بعد بيان الدرك الساذج البسيط من هذا الدليل، ثم ننتقل إلى البيان المعمق ونجد هناك أن الدليل والبرهان العلمي البرهان الفلسفي أيضا يساعد على هذا، ولذلك سمي ببرهان التمانع، ومعنى ذلك أنه يتمانع وجود إلهين بمعنى أن وجود كل منهما يكون مانعا من وجود الآخر، فرض كل منهما مانع من فرض الآخر، والنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه لا يمكن إلا الإذعان والإيمان والاعتراف بإله واحد لا شريك له ولا إله معه، وهذا معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وعلى أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.